صحابة أثروا واحد من المشركين، نبي في المدينة عليه الصلاة والسلام، أثروا واحد من المشركين، أثروه جابوه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: هل تدرون من صاحبكم؟ مش عارفين هو مين ده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو ثمامة ابن أتال سيد بني حنيفة. ده رجل مش عادي، ده رجل سيد قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربطوه في سرير المسجد في العمود. ربطوه. فجاء له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما وراءك يا ثمامة؟ فقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فاسأل منه ما شئت. فجاء له النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني قال له مثل ما قال: ما وراءك يا ثمامة؟ فقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني لما تقتلني أهلي مش هيسبوك، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فاسأل منه ما شئت. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء له في اليوم الثالث فقال مثل ما قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: اطلقوا صراحة. طبعا كان مربوط هو في سرير المسجد، فكان بيسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي بالصحابة وبيشوف تعامل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج إلى خارج المدينة فاغتسل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونطق الشهادة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ما صنعت؟ ليه تطلع بره المدينة وترجع تاني وتعلن إسلامك؟ طب ليه ما أسلمتش أنت معانا هنا؟ فقال: خشيت أن تقولوا أسلم خوفا من الأسد، أسلم عشان ينفد بجلده، لكن أنا أسلم مخلصا لله رب العالمين. قال: يا رسول الله، بما تأمرني؟ فقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال له: كنت ذاهب لأطوف بالبيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب. فظل ثمامة بن أتال يطوف بالبيت ويلبي تلبية الإسلام، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. المشركين اللي بيطوفوا حوالين الكعبة استغربوا: إيه اللي أنت بتقوله ده؟ فأرادوا أن يمسكوه. فقال: هل تعلمون من أنا؟ أنا ثمامة بن أتال سيد بني حنيفة. قال: والله لن تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركوه وانصرفوا. طيب هنسأل سؤال عشان الجواب: ما هي معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللي هيعرف يقول لي. طيب ماشي، القرآن إجابة صحيحة. ماشي مرة كده ومرة كده. الشجرة الشجرة الشباب القمر. طيب هو معجزات كثيرة. رد عين قتادة، الله أكبر عليك، رد عين قتادة، إجابة صحيحة. طيب تمام خلاص، السؤال استكملنا منه، هنسأل سؤال ثاني. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. أول معجزة وأعظم معجزة إيه؟ معجزة القرآن الكريم الذي تحدى الله به الإنس والجن. قال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تبقى أول حاجة معجزة الإسراء والمعراج، معجزة القرآن. المعجزة الثانية معجزة الإسراء والمعراج، طبعا احنا عارفينها. المعجزة الثالثة يا جماعة معجزة انشقاق القمر، اضطربت الساعة وانشق القمر. طلب المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام معجزة وآية يرونها بأعينهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين فانشق القمر نصفين في السماء. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم إنه كان يكثر الماء بين يديه، وكان ينبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. في غزوة من الغزوات الماء نفذ، فقال: يا رسول الله هلكنا، نريد الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حي على الطهور المبارك. فخرج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. تكثير الطعام، النبي عليه الصلاة والسلام شوف المعجزة دي، كان يخطب على جذع شجرة، فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله، لو صنعنا لك منبرا تخطب عليه. فقال: بلى.
ماشي. فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام من الجزع إلى هذا المنبر الجديد، فسمع الصحابة صوت بكاء طفل صغير فينظروا في المسجد فلم يروا شيئا، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر واحتضن الجزع وقال لو لم أحتضنه لظل يحن إلي إلى يوم القيامة. الجزع بكى للنبي عليه الصلاة والسلام عشان فارق النبي عليه الصلاة والسلام. تكليم الجمادات، تكثير الطعام، كل ده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من هي المرأة التي ظهرت براءتها في القرآن الكريم اتهموها بالزنا؟ السيدة عائشة. سيدة عائشة، إجابة صحيحة. من هي من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام التي قالت أنتم زوجكم أهليكم وأنا زوجني الله من فوق عرشي؟ السيدة زينب بنت جحش. بهدوء، أرجوكم هدوء. طيب من هم الرسل أولي العزم؟ إجابة صحيحة، الرسل أولي العزم سيدنا نوح. يعني إيه أولي العزم؟ يعني رسل تحملوا من المشاق والصعاب ما لم يتحمل غيرهم. سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من هو الذي طب احنا عارفين الحمد لله حاجة، احنا عارفين الواحد بيكون أكبر من ابنه، صح ولا لا؟ طيب مين هو اللي ابنه أكبر منه؟ سيدنا آدم. انت شوف ابن يكون أكبر من أبوه في السن. العزير، إجابة صحيحة. العزير لأنه نام كم سنة؟ 100 سنة. لما قام يجي عياله أكبر منه، سبحان الله. هو لما قام لنفس العمر. طيب أربعة حكموا العالم، اثنين مؤمنين واثنين كفار. استنى بس، عايزين حد غيرك. ها النمرود، الاثنين المؤمنين مين؟ إجابة صحيحة. الأربعة اللي حكموا العالم، العالم كله، الدنيا كلها، تمام؟ سيدنا سليمان عليه السلام، تمام؟ ومين تاني اللي حبس يأجوج ومأجوج؟ ذو القرنين، تمام؟ ذو القرنين. دول الاثنين المؤمنين، سيدنا سليمان وذو القرنين. والاثنين الكافرين، واحد اسمه بخت نصر وواحد اسمه النمرود. طيب ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم قال يوم ترجف الراجفة. ما هي الراجفة؟ إجابة صحيحة، الراجفة هي النفخة الأولى والرالفة هي النفخة الثانية. ما هي الحرب التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام؟ في حرب قبل الإسلام النبي شارك فيها عليه الصلاة والسلام، حرب فيها قبل ما يبعث عليه الصلاة والسلام. لا مش حرب المسوس، لا لا حرب ايه؟ لا الحلف اللي كان قبل الإسلام حلف الحدود، حرب الحرب. طيب ماشي، هنقول اختيارات، حرب الكافرين، حرب المشركين، حرب الفجار. حرب الفجار، هي باينة، هي باينة إن هي الفجار، تمام. طيب هنسأل سؤال ثاني، ما هي الأشهر الحرم؟ الله اكبر عليك يا حاج عمران، بسم الله ما شاء الله. شهور الاشهر الحرم ذو القعده وذو الحجه والمحرم، دول ثلاثه ايه مع بعض كده ورا بعض. وشهر رجب، ارجوكم الاولاد ارجوكم بهدوء، مش عاوزين صوت. جماعه ارجوكم الصوت.
لماذا سقيط في الأشهر الحرم؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرم فيها القتال. اشمعنا الأشهر دي بالذات؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، لأن الأشهر دي هي أشهر الحج، فربنا حرم فيها القتال عشان الناس تحج بسلام وأمان. ذو القعدة تمام شهر قبل الحج عشان الناس اللي مسافرة تبقى بأمان، وذو الحجة شهر الناس الحج فيه، والمحرم الشهر اللي بعد الحج عشان الناس وهي راجعة. طيب ليه رجب بعيد عنهم؟ علشان لو حد يعمل عمرة في شهر بعيد عن الأشهر الحرم فربنا حرم هذا الشهر اللي هو شهر رجب. طيب هنسأل سؤال، آخر سؤال، ما هو الجماد الذي ذكر في القرآن الكريم مرة، شوف السؤال ده، مرة كعلاج ومرة كذبة ومرة كدليل؟ علاج ودليل وكذبة. النحلة. الأصنام. لا. حاجة استخدمت في الكذب، تمام؟ وحاجة استخدمت في الدليل، وحاجة استخدمت كعلاج. اللي هو إيه؟ قميص سيدنا يوسف إجابة صحيحة. وجاءوا على قميصه بدم كذب، استخدموا القميص في الكذب، تمام؟ وقدت قميصه من دور، استخدموه كدليل براءة سيدنا يوسف، واستخدموه كعلاج، قال اذهبوا إلى بقميص هذا فألقوه إلى وجه أبي يرتد بصيرا. طيب هنسأل آخر سؤال اللي هو يحضر الجيزة الكبيرة، تمام؟ سورة في القرآن الكريم إذا أضفت إليها حرف أصبحت سورة ثالثة، وإذا أضفت إليها حرفين أصبحت سورة ثالثة. سورة في القرآن الكريم اللي هيقولها يبقى إجابة صحيحة. لا لا سورة سورة لا سورة قاف لا أي سورة؟ طب أنا هسهلها شوية، هي سورة على اسم ركن من أركان الإسلام. ماشي، أنا عرفنا إن هي الحج. طب السورة اللي لو قلت لها حرف تاني بعد الحج تبقى إيه؟ جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. في اخر سؤال هنقول اجابه السؤال ده. السوره اللي هي سوره الحج، تمام؟ لو اضفت اليها حرف ثاني تبقى الحجر، لو اضفت اليها حرفين تبقى الحجر.